طلعت يا طلعت يا طلعت يا طلعت يا طلعت يا طلعت يا اهلا وسهلا بكم متتبعي قناه شوف تي في مباشره من نواحي مدينه تحنوت. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، حنا اليوم كاينين واحد الحاله، حاله انسانيه اللي حقيقه كتضر في الخاطر، وكت زعما كيبقى فيك الحال على بحال هاد الحوايج هادو اللي كما كنقولوا حنايا الدنيا دواره. يعني هاد السيده دي ام لسته تاع الوليدات، الابن اللي حداها اللي ها هو كما كتشوفوا انه عنده 30 عام، هذا هو الابن الاكبر عنده. من بعد ما كان عايش حياته بخير وعلى خير، وصل لسن تاع 10 سنين ما تلاش قد انه يمشي، يعني نهار على نهار حتى ولا طريح الفراش. هاد السيده هادي اللي ام سته تاع الوليدات ساكنه في بيتو كوزينة، استغفر الله، ساكنه في بيتو كوزينة لدرجه ان الحيط اللي لافاساد ديال الدار انها بغات طيح، لا الحيط ديال الطواليت لا الحيط ديال البيت. هاد السيده اللي ساكنه في بيتو كوزينة ساكنه في بيت وكوزينة هي وسته تاع الوليدات وباهم. باهم كما قالت لنا السيده انه الغالب الله طالب معاشو، يعني داكشي اللي صوروا بنهار كياكلوه بالليل، يعني وكذلك انه ما قادش انه تيسد لهم الحاجيات اليوميه ديالتهم. زيد على ذلك ان الوليدات باقين صغار، يعني مدرستهم شحال من حاجه. مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا هاد الحاله هادي، كنتمنوا من اي واحد قادر انه يعاونها من بعد ما غادي يسمع القصه ديالتها، كنتمنوا من اي واحد قادر انه يقدم لها يد المساعده من بعد ما يسمع المعاناه ديال هاد السيده هادي انه يتصل بها. الرقم ديال الهاتف كاين في المباشر. مشاهدينا الكرام، غادي نخليكم دابا مع القصه ديال هاد السيده هادي اللي غادي تقربنا اكثر من المعاناه اللي كتعيش وكيفاش توصلت لهاد الحاله هادي. يعني غير قربي لك الشريفه الميكرو عندك واحد شويه، ممكن انك تقول لنا شنو كيفاش المعاناه ديالك انت دابا حاليا؟ انا مكرفسه بزاف، ما تنتعب بزاف، ما كاينش كيفاش، ما عنديش. هذا الولد كيما كتشوفوا معذب بزاف، الا ما قلبناه ما تيتقلبش، ما نوضناه ما تيموتش، ما وكلناه ما تياكلش. ما البيت اللي تتشوفوا دابا ما تا هاد السكنة هادي يعطوها ليا هي الناس سكنة هي هنايا، ما عنديش انا فين نسكن، عطاو ليا الناس سكنت فيه. وهو دابا بغا يطيح حيت بغا يريب. شحال عندك ديال الوليدات؟ كيفاش عايشة معاهم؟ باهم شنو خدام؟ قربينا اكثر وقربي المشاهدين ديال قناة شوف تي في من الحالة ديالك انت. باهم هي طالب معاش اسيدي، مرة يصور مرة ما يصورش، ولا جاب شي حاجه ياكلوها ديك الساعات، ما بحالنا شي، ما عندناش، ما عندوش باش، ما عندوش الامكانيات باش يصوب باش يدير، ما عندوش. يعني كيفاش عايشه معيشه سته تاع الوليدات؟ كيفاش معيشه؟ كيفاش كديري في الصير ديالهم؟ كي جاب الله ما اللي كاين تنقضيو به وصافي، واخا قليل واخا كثير، المهم مهمة. يعني كيجي شي نهار واش كيجي واش ما عندنا كاع والو، تنقعدو هكاك ما كاين شي، كاين ما نصير والو والو. واش كيجي شي نهار ما كتلقاو ما تاكلو؟ شحال من مرة، شحال من مرة كيجي شي نهار ما تلقى والو. كنشوف انايا هكا تنعيا، تنخرج تنخدم، هكا عند الناس، تنطلب الناس تيخدموني عندهم ولا داكشي، تنخدم وتنجيب لهم ما ياكلو. إذا ما جبناش ما كاينش.
يعني الابن ديالك هذا اللي طارح الفراش، الناس اللي قلتي لينا اللي كيبلغ من العمر 30 سنه، كيفاش توصلت حالته لهاد الحال هكا؟ كانت غير الهضره، كان غير الهضره، حتى ولات المشيه بشوي بشوي، مشات ليه الهضره هي الاولى. ما كيطيح ما كينوضش، وشوي بشوي حتى ولا قاعد ما بقاش يقدر يتحرك، الا ما حركناه ما تيتحرك، يديه ما بقاش يقدر يوصلها لفمو. ما المهم تعوك في الولد، ما بقاش قدر يتحرك ولا والو، الا ما قلبناه ما كيتقلبش، ما كلناه ما تياكلش، الا ما ديناهش حشك هذا الطواليت، الطواليت ما تيقدرش. المهم حنا لي وفاش ديتو للطبيب شنو قال لكم؟ ها فاش ديتو لعند الطبيب شنو قال لكم؟ يعني حاولتوا انكم تدوزوا ليه، وحاولتوا انكم تخصوا المرض ديالو؟ كان هي صغير، ملي كان صغير فاش جبتيته شنو قال لك الطبيب؟ داروا ليه غير تيديروا ليه الترويض تاع الهضره، هي الهضره، ولكن دابا ما بقاش شي قد تينوض ولا والو، شي قد تيزيد. وني كيفاش عايشين نتوما في هاد الدار هادي؟ قلتي لي انه في اي لحظه انه يقدر يطيح عليك هاد، كنعيشو ستات الناس في هاد البيت هذا. قلتي في اي لحظه يقدر يطيح عليك هاد الدار هادي؟ كي الا جات الشتا كنعاني، ولا جات إلا جا البرد ولا سميتو، المهم كلشي العجاج الشتا، وتيقطر البيت كله، تيقطر كل السقف كيقطر. يعني كما كتشوفوا مشاهدنا الكرام، كما كتشوفوا انه ديال الميكا هنايا حيت تيقطر درنا ليه الميكا، ولكن الميكا تعمر بالماء وتنعاود نخويوها ونعاود، المهم تنتعدو الصف بزاف. يعني شنو كطلب انت دابا من المحسنين ومن المشاهدين ديال قناة شوف تيفي؟ تنطلب من الناس اللي يعاونوني على هذا الشيء، وهذا الولد يدير الترويض ولا سميتو صافي. مشاهدنا الكرام، كما كتسمعوا انه هذه هي القصه ديال هذه السيده هذه. الرقم ديال الهاتف ديالك اللي بغى يتصل بك واللي بغى يقدم لك يد المساعده 06 60 05 67 77 يعني هذا هو رقم الهاتف ديال هذه السيده هذه 05 06 60 05 67 77. اذا مشاهدنا الكرام، اللي قادر انه يعاون هذه السيده هذه، واللي قادر انه يقدم لها يد المساعده، هذا هو رقم الهاتف ديالها، هذا هو رقم الهاتف ديال هذه السيده هذه اللي قادر انه يقدم لها يد المساعده، لا هي ولا الابن ديالها. كما كتسمعوا ان هذه السيده هذه ساكنه في بيت وكوزينه وستة تاع النفوس، ستة تاع الوليدات فقط زيادة على هي ورجلها، يعني ما بالك أن 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 أن, أن حنا إلا ساكنين غير ستة في الدار، كنتزمتو ما حسة أن الناس ساكنين في بيت ستة تاع الناس، يعني راجل ومراته وستة تاع الوليدات. أيضا كما سمعتوا أنه الأب ديالهم ماشي شي ما يسول ولا قادر أنه يوفر لهم الحاجيات اليومية، يعني غير طالب معاشو، اليوم يصور غدا ما يصورش، إلا صور كاع شي حاجة، لنفرض أنه صور كاع شي حاجة غير كيجيب هذيك الساعة كتمشي، يعني يلاه كيشرب الحاجيات اليومية. كما سمعتوا السيدة أنها قالت لك كاين النهار اللي كتجي وما كتلقاها ما كتاكل. عند هذا الإبن هذا تاهو خاصو علاج، يعني خاصنا نعرفوا مالو تاهو، وخاصنا ندو لشي طبيب اللي يعرف المرض ديالو، واش كاين شي علاج لهذا المرض هذا. يعني مشاهدنا الكرام، كنتمنوا من اي واحد، من اي محسن، من اي فاعل خير قادر انه يعاون هذه السيده هذه، انه يقدم لها يد المساعده. ما نبخلوش عليها، نعتبروها اختنا، نعتبروها امنا، نعتبروها وحده من العائله، نعتبروا هذا الوليد هذا ولدنا. يعني مشاهدنا الكرام، كنتمنى ان الله يدير اللي فيها الخير، الله يدير اللي فيها الخير، وسعدات كيف فعل الخير. كنتمنوا ايضا من الناس اللي كتجمع التبرعات وكتقدمهم للناس
فهاد السيده اللي كانت محتاجه للتبرعات ديالنا، محتاجه للتبرعات ديال المحسنين، محتاجه للتبرعات ديال الناس باش نقدوها، باش نقدوها من هاد الحاله هادي. يعني سته تاع الوليدات وباقيين كلهم كيقراو. مشاهدينا الكرام كنضرب لكم واحد مباشر اخر، وكنتمنوا ان هاد السيده اللي تنقد، وكنتمنوا ان هاد السيده هادي يكون هاد المباشر هذا مباشر خير عليها وعلى وليداتها. مشاهدينا الكرام كنضرب لكم واحد مباشر اخر ان شاء الله.